الكوره بيبقى فيها بقى بتتكلم في تكريم بعد 66 سنه. ايه المشكله يعني؟ هو هو طبعا الثورات بيبقى فيها خلافات وصراعات واستقطاب واستبعاد وما الى ذلك. ده دي طبيعه الثورات في العالم. وثوره يوليو ثوره فيها الوسطيه، يعني ثوره تميل الى الوسطيه. وسطيه بمعنى ايه؟ الوسطيه بمعنى ما هياش واخده تيار ماركسي يسار ولا هي واخده تيار يميني. ايوه. ولذلك اللي على اليمين لازم كان يبعد واللي على اليسار كان لازم يمشي ومبكرا. الثوره ما عندهاش تيار فكري جاهز، لكن عبد الناصر كان عنده مجموعه من المفاهيم العامه ومتفق عليها مع الغالبيه العظمى من الضباط الاحرار. ايوه. ومع غالبيه مجلس قياده الثوره. ايوه. فالافكار دي هي افكار واحلام الشارع المصري في نفس الوقت. الامل اللي كان، وهي افكار ومفاهيم عامه. ايوه. ما فيهاش استقطاب ناحيه اليسار الماركسي ولا فيها استقطاب ناحيه اليمين الرجعي. ايوه. ولذلك اللي كان على اليمين زي عبد المنعم امين مثلا، وبالمناسبه هو ضم الى مجلس قياده الثوره ليله 23 يوليو. ليلتها. هم اصل هم تسعه. هم نواة تنظيم الضباط الأحرار اسمهم الضباط التسعة. أيوة. اللي انضموا عشان يبقوا 13 اللي هو نجيب وعبد المنعم أمين ويوسف منصور صديق وبعض اللي لعبوا دور ليلة الثورة. أيوة. فمنهم اللي كان على اليسار قوي وده كان لازم يمشي، ما كانش ينفع يكون موجود. مع التحفظ على إنه ما فيش بقى صراع بين ديمقراطية ودكتاتورية. بس يوسف صديق كان قبل الليلة. لا كان عضو. ما كانش يعني في الهيئه التاسيسيه. انا بتكلم على الهيئه التاسيسيه. ايوه بيتكلم على بتكلم على 99. هم ما بين 90 99 عبد الناصر قال 90 السادات خلاهم 99. فيوسف كان من الضباط العاديين، لكن الهيئه التاسيسيه اللي دخلوها الادوار يعني متميزه ل 23 يوليو لقينا فيهم حد يسار. ايوه. وحتى القديم قوي والمؤسس خالد محي الدين طبعا ما هو كان يسار. ايوه. فبسرعه استبعد. وده شيء منطقي الثوره بتعمله. أيوه. الثورات بتعمله. استبعد خالد محي الدين ومع ذلك كانت العلاقه طيبه ووديه ما بينه وما بين الزعيم جمال عبد الناصر. في اتفاق يا فندم. في اتفاق جنتلمان كده بينهم. ايوه. انه نختلف مع بعض بس ما حدش ينأذي. لأن كلهم وطنيين. أيوة تمام. وكلهم كانت فكرة الأرضية الوطنية اختلاف وجهات النظر ده وارد. وحتى يعني الاختلاف مع 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 خالد محي الدين كان خطير طبعا، لأنه انحاز للواء نجيب ونجيب كان الإخوان لعبوا للأسف بيه شوية واستقطبوه. فالمسألة كانت في منتهى الخطورة. وما فيش ديمقراطية وديكتاتورية، الكلام ده بره خالص، ده صراع على السلطة بتلعبه جماعة الإخوان المسلمين واستقطبت الراجل الكبير. ده كلام نجيب وده كلام برضو الإخوان. مش من عندي. أيوه. ودي الأوراق المنشورة ليهم من دول ولدول. أيوه. وبالتالي بس قايل كده في كنت رئيسا لمصر؟ لا طبعا. لا هو قايل ما قالش بهذا الشكل. ما هو مش هو اللي كتب لا كلماتي للتاريخ ولا كنت رئيسا لمصر. ما هو مش هو اللي كتبهم. يعني خلينا نقول بقى الشغل العلمي. تمام. ولا خالد محي الدين كتب ولا انا اتكلم. لا ما هو خالد محي الدين معترف انه مش هو اللي كتب يا فندم، لكن اصاغ. انا في لقائي مع اللواء نجيب صححت كثير من المعلومات. ايوه. وانا حتى انا اسف ان انا باخد لا خالص يعني انا لما سالته سؤال محدد هو انت الاخوان عملوا معاك ايه؟ ايوه. قال لي الاخوان انا تحالفت معاهم واخدوني وقالوا لي اقدم الاستقاله، وانا كنت متضايق شويه من الضباط، هم ثوريين وانا اصلاحي. ايوه. وكتب كده في مصير مصر كتابه الاولاني ان هو عايز ياكل الساندوتش اللقمه الرغيف مره واحده. هم عبد الناصر وهو عايز ياكل قضمه كده. عشان هم